السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بالف الف خير وانتم تشاهدوا هذا الفيديو. هذا الفيديو كما وعدتكم سابقا قلت لكم غادي نبارطاجي معكم طريقه كيفاش ديروا الملاقيه الكولوفيسي والفتحه ديال القفطان. بالنسبه لكم نفس الخدمه اللي درت في الفتحه هي اللي درت في الكولوفيسي، هي اللي غادي ديروا في الكوام. يعني تبعوا المراحل اللي غادي نبارطاجي معكم من خلال هذا الفيديو، وغادي تقدروا انكم تكملوا القفطان ديالكم من الاول ديالو حتى الاخر ديالو بجميع الجزئيات ديالو. ما غاديش تحتاجوا معلومه اخرى. نبداو على بركه الله. بالنسبه هذا هو الكول كولوفيسي. بديت من حدا البدايه ديال الكول اللي خليت من قبل مني. بديت في الفيديو الاول خليت هاد البارتيه ديال الكول ما خدمتهاش، تمن بعد وغادي نخدمها لان عاد تخدم بجزئيه واحده بشكل واحد في الملاقيه. كما لاحظتوا ثبت الخيط في الثوب، ومن بعد خرجت من هذيك العقيقه واللي هي كانت في اللون برونز، ومن بعد هزيت معايا جوج عقيقات في برونز في نفس اللون، وخرج دابا من نفس العقيقه الاخرى. لاحظوا دائما خاصني نتبع الترتيب ديال الالوان. دابا غادي نهز جوج عقيقات في الخضر، غادي نهز معايا السيفه ونخرج من العقيقه الاخرينيه. غادي نعاود نهز الخضر جوج عقيقات. تبعوا معايا هذا الترتيب باش تعطيكم نفس الزواقه اللي كنا خدامين بها من قبل. مع الممارسه غادي تولوا تعرفوا انطلاقا من ذاتكم تعرفوا الالوان شنو غادي ديروا. انما في كبدايه لانكم مازال تتعلموا الالوان عايجيكم صعوبه في انكم تعرفوا شنو اللون عاد تنزلي باش تبقى الزواقه ديال الملاقيه تعطيكم الزواقه اللي نتوما بغيتو. فخصكم تبعوا معايا الترتيب ديال الالوان. من بعد ليكم مع الممارسه غتولوا تعرفوا من دايتكم راسكم، غتعرفوا اللولي غتهزوا. غنبقى نمشي بنفس هاد الخدمه بالترتيب اللي غادي نخدم حتى غندور مع كولوفيسي، مع هاد الفتحه ديال العنق ومع كولوفيسي الدوره كلها، وغادي ننزل وغادي ندور الكول كله. تنخدم وتنرتب تنراعي الترتيب ديال الالوان. تنهز معايا السفيف، تنضرب في السفيفه وتنهز معايا العقيقه الاخرينيه. غادي نبقى على نفس النهج في الترتيب ديال الالوان وانا تنضرب الكل. لاحظوا هذه هي الطريقه، انا درت مع الكل كله نفس الطريقه اللي بديت معاكم، كل كامل دار بنفس الطريقه. لاحظوا هاد الملاقيه، هذه النصف ديال الملاقيه في حقيقه، ماشي الملاقيه كلها، لان الملاقيه كلها هي اللي درت في القفطان القدام. هاد الطريس هذا ممكن نسموه طريس، هاد الطريس هذا اللي دورت بالفتحه ديال العنق وبالكول تطفيني ليا الكول مزيان، تتخليه مفيني مزيان. شفتوا لاحظتوا سهله جدا جدا جدا، سهله بزاف بزاف، ما تطلبش شي، ولكن تطلب فقط التركيز في الالوان ديال الخدمه. دابا غادي نطلقوا الفتحه ديال القفطان. غادي نخدم هاد الخدمه اللي هي غادي نخدمها ديال الفتحه ديال القفطان، راه هي نفسها اللي درت دابا في الطوق، وهي اللي نفسها اللي غادي ندير في الكمام. غادي تشوفوا كيفاش انني غادي ننزل الخدمه ديال الفتحه، وكيفاش انني غندوز للجانب الاخر ديال الفتحه من الجانب الاخر باش تعرفوا كيفاش تخدموا الفتحه. هنا دابا غادي نبدا الفتحه. من بعد ما كملت الملاقيه ديال القفطان ككل هبطتها لتحت وحسبت العبار ديال الفتحه اللي بغيت،
غادي نبدا نثقف ثقفت الخيط وخرجت من العقيقه الاخرى. هزيت معايا عقيقه في نفس اللون ديال العقيقه اللي خرجت منها. ودابا غادي نبدا في الاخضر. دائما تنراعي الترتيب ديال الالوان، لانه هاد المساله ديال ترتيب الالوان ضروري باش ما يجيش ديكالاج، يجي الخضر حدا الخضر ويبان واحد الاسباس ديال الخضر كبار من القياس اللي فيه السواق. ضروري ما خصني نرتب الالوان. دابا نعاود ندخل في الترتيب الاخر ديال الالوان. من بعد ما هنا عبرت الفتحه، بالنسبه لهاد القفطان انا درت في الفتحه ديالو 40 سنتيم. كاين اللي تيبغى يدير 30 سنتيم، كاين اللي تيدير 25. المهم الفتحه الاختيار ديالكم. كاين اللي تيفوتها تيدير اكثر من 40 سنتيم على حسب الموديل. نتوما شوفوا الفتحه اللي بغيتو ديرو. تتهبطوا الملاقيه ديال القفطان حتى لتحت وتتخلوا ديك 40 سنتيم ما تديروا فيها والو. تتبداو معايا في الخدمه ملي تتبغوا تفتحوا الفتحه، تتبداو معايا هاد الخدمه اللي انا بديت، ولكن في نفس الوقت مراعيين الالوان. بحال دابا انا بديت بالبرونز لانه قبل منه كان الاخضر، لكن ساليت الملاقيه وجمعت الطرف الاول مع الطرف الثاني كان بقى عندي الخضر هو اللي سديت به. ملي بديت نبدا الفتحه بديتها بالبرونز، وهنا غادي بالتتبع ديال الالوان باش الخدمه تجيني الفتحه. ملي نبدا نخدم في الفتحه ما يجيش ديكالاج ديال الالوان في الفتحه، تبدا الفتحه حتى هي كذلك مرتبه في الالوان. غادي نخدم تقريبا لنفس الخدمه اللي خدمتها في كل وفيسي. في الكل هي نفسها اللي غادي ننزل بها الفتحه، نمشي على نفس الخدمه. نحاول نسرع لكم شويه الفيديو باش نوريكم الطرف الثاني كيفاش غادي نخدموا فيه. ولو ان هذا الطرف هذا اللي تنخدم فيه دابا راه غتجي واحد اللقطه وانني نوريكم فيها كيفاش ثقفت مني سلالي الخط كيفاش ثقفت غتكون فيه. فاللي بغى يعرف كيفاش تيثقف الخيط راه ممكن تلقاوها في الطرف هذا اللي تنخدم فيه دابا. المهم سرع لكم الفيديو باش منين باش نوصل الفيديو الطرف الاخر. لاحظوا هاد الملاحظه دابا اللي شندير مني سال عندي الخيط شنو درت. تنولي راجعه وانا تنخدم بالعكس ديال الخدمه، ومني تنسالي تنبقى تنضر في الثوب تندي ونجيب في الخدمه باش انا تنثقف الخيط. هذه هي الطريقه باش نثقف الخيط. صافي غادي نستمر على نفس الخدمه حتى غنزل هاد الطرف كله ديال الفتحات ديال التحت، وغادي ندوز للطرف الاخر نفس الخدمه غادي نبدا فيه نفس الشيء. من بعد ما نتقف ننزل نفس الخدمه. الى عجبكم لا فيديو واستفدتوا نتمنى انكم تعملوا بارطاج الفيديو وتعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس. وشكرا وبالتوفيق للجميع. ما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد.